لمزيد من المتابعة معنا ومع حضراتكم هاتفيا دكتور إسلام حمزة، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية. أهلا بك معنا دكتور. نتحدث عن دعم مصري كبير للقارة السمراء في التعليم العالي والبحث العلمي. ما طبيعة المنح التي تقدمها الجامعات المصرية، وأيضا كم عدد المتدربين الذين تم تدريبهم في الجامعات المصرية وفقا لاستراتيجية مصرية هادفة لتحقيق التكامل بين مصر وإفريقيا في مجال التعليم بمختلف مجالاته ومفرداته؟ دكتور إسلام حمزة، أحدثك عن دعم مصري كبير للقارة السمراء في التعليم العالي والبحث العلمي. ما طبيعة المنح التي تقدم من الجامعات المصرية، وكم عدد المتدربين الذين تم تدريبهم؟ أهلا بك يا فندم، ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالقارة الأفريقية وخصوصا التعليم العالي والبحث العلمي، وقدمت الدولة المصرية للدول الأفريقية أكثر من 713 منحة تعليمية هذا العام، جميعها في دراسات الطب البشري والصيدلة والهندسة والعلوم الصيدلانية والطب البيطري للنهوض بالثروة الداجنة والثروة الحيوانية. هذه المنح تكون لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، وتتكفل بها الدولة المصرية كاملة لرسوم الدراسة والإقامة والتذاكر الطيران والفيزا، وتساعد الطلاب على الحصول والانتهاء من هذه الدراسات لأنها تمثل للدولة المصرية القوة الناعمة. نعم. كما تقوم الوزارة بدعم التدريب قصير الأمد، أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو شهر في التخصصات المتطورة والمتقدمة. على سبيل المثال، تم تدريب أكثر من 70 متدرب هذا العام على تكنولوجيا الاشعار من بعد والذكاء الاصطناعي والزراعة والغذاء. أكثر من 40 متدرب من 22 دولة في تكنولوجيا الفضاء. كل هذه تمثل دعم من الدولة المصرية والقيادة السياسية للقارة الأفريقية للنهوض بالكوادر بالقارة الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063. دكتور إسلام، عدد من المبادرات أقفز عليها سريعا مع حضرتك أطلقتها الدولة المصرية لتحقيق هذا التكامل في مجال التعليم الفني، التعليم التكنولوجي، وعدد من أنواع مختلفة من التعليم مع القارة الإفريقية. أتحدث معك الآن عن مبادرة مصرية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أجندة إفريقيا 2063. إلى أي مدى هناك تنسيق وتكامل ويعني النظر في كل التفصيلات الخاصة باستراتيجية إفريقيا 2063، ونتحدث هنا عن الذكاء الاصطناعي؟ أحد أهم أعمدة تحقيق أجندة إفريقيا 2063 هي البحث العلمي والتكنولوجيات المتطورة الحديثة، وعلى رأس وقائمة هذه التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. كما تعلمين سيادتك أن هناك منظمة النيباد. النيباد هي الذراع العلمي والتكنولوجي والتقني للاتحاد الأفريقي الذي هو يمثل مظلة ل 25 دولة إفريقية. الوزارة مع منظمة النيباد التي تترأسها مصر. مصر تترأس منظمة النيباد للسنتين القادمتين حتى نهاية 2025 برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. وبالتالي قامت الدولة المصرية بوضع بعض الأعمدة لدعم النيباد والقارة الأفريقية بتقديم استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي في القارة الأفريقية وكيفية تنفيذه، والذي سيحقق ملء الفجوة في التعليم الفني التيفت أو التعليم الفني. هناك استراتيجية شاركت الوزارة في إعدادها على مستوى أفريقيا لوظائف المستقبل وتكنولوجيات المستقبل. فهذه الاستراتيجية تقوم بالوزارة مع النيباد في كيفية تحقيقها وتنفيذها. ومصر متفوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. مبادرة أخرى، التعليم الفني والتكنولوجي، وتقدمت مصر بمبادرة لكيفية النهوض بالتعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية للتعليم المستقبلي. كيف يمكن استثمار هذه التجربة وتكرارها في دول إفريقية أخرى؟
هذه تجربة رائدة لم تقم بها دولة في قارة أفريقيا بأن تنشئ جامعات وكليات تكنولوجية للتعليم الفني، وقامت مصر فعلا بإنشاء 10 جامعات ومخطط مستقبلا أن تكون 20 جامعة تكنولوجية. هذه الجامعات التكنولوجية هي التي ستحقق التعليم الفني والتكنولوجي لوظائف المستقبل. ومن هنا قام معالي الوزير أيمن عاشور بعرض هذه المبادرة على مفوض العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الافريقي محمد الحسين، على ان تقوم الدوله المصريه بتقديم هذه التجربه للدول الافريقيه، وان تقوم الدوله المصريه باستضافه طلاب افارقه للتعليم الفني في الكليات التكنولوجيه. فهي مبادره جيده جدا نسعى على تحقيقها ونشرها في القاره الافريقيه. يعني التواصل امتد لوكاله الفضاء الافريقيه دكتور اسلام، يعني نتحدث عن ان مصر تستضيف وكاله الفضاء الافريقيه التي ستكون الذراع التكنولوجي والتقني من خلال التصنيع، التعليم، التدريب، ايضا تجربه مهمه كيف يمكن استثمارها لتحقيق طفرات في هذا المجال. نعم، مصر قادت من خلال الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد سياسة واستراتيجية الفضاء الأفريقية والتي تم اعتمادها في 2018، وثم قامت الدولة المصرية بتقديم مقترح لإنشاء وكالة فضاء أفريقية تستضيفها مصر، وأنفقت الدولة المصرية على إقامة وإنشاء هذا المقر في المدينة الفضائية بالتجمع الخامس، لتكون قاطرة التنمية لقطاع الفضاء في القارة الأفريقية، بناء صناعة الفضاء في القارة الأفريقية، بناء صناعة المعلومات والخدمات والمنتجات التي يمكن أن تساعد الوزارات والجهات المعنية والدول الأفريقية في تحقيق الأجندة التنموية لـ 2063. أعتقد هذه الوكالة رؤية بعيدة المدى للقيادة السياسية، فأن تكون هذه الوكالة موجودة في مصر قاطرة الفضاء والريادة لصناعة الفضاء في القارة الأفريقية. نعم دكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية، أشكرك جزيل الشكر.